حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فاره سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فطرحوه قال معن حدثنا مالك ما لا احصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونه